المقدسة، هذا الاسم الذي يرفع بشكل رسمي. بين الولاء للعراق والولاء لإيران خلاف الفصائل يتفجر، والعتبات التابعة للسيستاني تنسحب رسمياً من ميليشيا الحشد. أهالي ضحايا انفجار المرفأ يهتفون إيران برا برا وحزب الله إرهابي. تكليفكم بتشكيل حكومة جديدة. أول امرأة عربية رئيسة الوزراء في تونس بعد تكليف الرئيس سعيد لنجلاء بودن بتشكيل الحكومة. الأمم المتحدة تسلم مصير إدلب، بوتين وإردوغان يضعان اتفاقا جديدا في سوتشي. ساعة إخبارية مفصلة عبر شاشة الحدث، طابت أوقاتكم، والبداية من العراق. شجع المرجع علي السيستاني العراقيين على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة، معتبرا إياها الطريق الأسلم للعبور بالبلاد إلى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى، وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي. نصح السيستاني في بيان له الناخبين العراقيين باستخلاص الدروس من التجارب الماضية لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفء عن مفاصلها الرئيسية، نافيا مساندته لأي مرشح أو قائمة انتخابية على الإطلاق. كما دعا المشرفين على الانتخابات إلى الحرص على إجرائها في أجواء بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني أو حتى التدخلات الخارجية، مع مراعاة نزاهتها والحفاظ على أصوات الناخبين. إلى ذلك أيضا أعلن ميثم الزيدي قائد فرقة العباس والتي تعد أكبر فرقة قتالية تابعة لحشد العتبات، أعلن انفصال حشد العتبات عن هيئة الحشد الشعبي. وأضاف الزيدي خلال كلمته أن حشد العتبات شرعي وقانوني بارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة وهو داعم له. المقدسة، هذا الاسم الذي يرفع بشكل رسمي لأول مرة في زيارة أربعينية الإمام الحسين. أكتفي وأقول أن هذا الاسم وهذا الشعار وهذا الوشاع الذي توشحت به التشكيلات الأربع، فرقتي الإمام علي والعباس ولواءي أنصار المرجعية وعلي الأكبر، إن هذا الاسم وهذا الوشاع هو وشاع شرعي وقانوني. إذن التصدعات الداخلية التي تعاني منها ميليشيا الحشد الشعبي أسفرت عن تفككات في الفصائل التابعة لها وانفصالها أيضا، الأمر الذي بات يهدد وجوده بشكل عام. حشد العتبات التابع للمرجع الديني علي السيستاني أعلن انفصاله عن الحشد الشعبي أو ما يسمى بالحشد الولائي بعد خلافات عديدة في التوجهات، وإعلانه في أكثر من مناسبة ارتباطه بمكتب القائد العام للقوات المسلحة. حشد العتبات يتألف من أربعة فصائل رئيسية، هي فرقتي الإمام علي القتالية والعباس القتالية ولواء علي الأكبر ولواء أنصار المرجعية، يضم نحو 20,000 عنصر. لأن أهم ما يميز ألوية حشد العتبات عن بقية الفصائل داخل هيئة الحشد الشعبي هو أنها شكلت من البداية بناء على فتوى المرجعية وبإشراف من إدارة العتبات الدينية لقتال مسلحي تنظيم داعش، بعكس الفصائل الأخرى التي يعود تشكيل غالبيتها إلى ما قبل ذلك بسنوات. الخلافات بين الفصائل التابعة للسيستاني وتلك الموالية لإيران تحت مظلة الحشد بدأت منذ لحظة التأسيس، وربما الدليل الأبرز على ذلك عدم استخدام ممثلي المرجعية لمسمى الحشد الشعبي في خطبهم، وحرصوا أيضا على استخدام صفة المتطوعين بدلا عن ذلك. ذلك أيضا بسبب سيطرة الفصائل الموالية لإيران على الهيئة وتوظيفها سياسيا لخدمة مصالحهم، بحسب دراسة حول الخلافات داخل هيئة الحشد
للخبير الأمني الراحل هشام الهاشمي. هي الدراسة التي أشارت إلى أن الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد الشعبي يدار بنسبة 80% من القيادات التي تدين بالولاء لخامنئي مقابل 20% فقط من المناصب القيادية لمن يدينون بالولاء للسيستاني أو حتى القيادات السنية، ما مهد للانقسامات الحالية التي نتحدث عنها الآن. وجود بعض الجهات السياسية للفصائل المسلحة الأخرى التي انخرطت في الانتخابات هي تحاول أن تستخدم غطاء المرجع الشيعي السيستاني، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد أنه كان محفزا إلى عملية الفصل. إن هذه هزة كبيرة جدا للواجهات السياسية للفصائل المسلحة، خصوصا وهي طالما تتعكز على أمرين، من أنها تابعة للمرجع الشيعة السيستاني، وأيضا هي منخرطة ضمن هيئة رسمية. ولذلك أنا أعتقد أنه بهذا الإعلان فهو يعد عملية سحب البساط من أن هذه الفصائل المسلحة الحليفة لإيران بأنها تتبع للسيد السيستاني. إذن يبدو أن هناك أسئلة كثيرة بحاجة إلى إجابات. حشد العتبات التابع للسيستاني يعلن الانفصال الرسمي عن ميليشيا الحشد، لكن هناك أسئلة كثيرة تطرح حول الأسباب والتوقيت وتراكم المشاكل بينهم. دراسة سابقة لهاشم الهاشمي كانت فصلت أسباب الخلاف وارتباط اغتيال الباحث العراقي بكشف النقاب عن هذه الدراسة عبر الحدث يومها. اليوم يأتي هذا الانفصال ليعزز كل المعلومات التي تحدثت عنها دراسة الهاشمي. انفصال يأتي بتوقيته قبيل شهر تقريبا من الانتخابات النيابية، قاطعا طريق فصائل موالية لإيران تريد استغلال السيستاني في ذلك الاستحقاق. تقول مصادر مطلعة للحدث أن انفصال حشد العتبات أتى ردا على تصريحات إيرانية قالت أن الحشد هو جزء من جيوش أنشأتها إيران، تصريحات وصفت بأنها غير مسؤولة ولم تؤدي إلا لتعجيل انسحاب ألوية السيستاني. قبل عام عقد حشد العتبات مؤتمرا عاما تحت شعار حشد العتبات حاضنة الفتوى وبناة الدولة. يومها عكست جلسة المؤتمر الأولى معاناة حشد العتبات من شح الدعم المالي، التعتيم على دور مقاتليه في الحرب على داعش على عكس الميليشيات الموالية لإيران. قبل فترة أعلن السيستاني أن الفتوى تتنافى حاجتها مع انتفاء مواضيعها، معتبرا أن ميليشيا الحشد يجب حلها بعد القضاء على تنظيم داعش. أما القوات الأمنية بمهماتها اليوم عليها أن تقوم بملاحقة الخلايا والفلول الإرهابية. هناك صراع تاريخي يعني منذ تأسيس المرجعيات الدينية بين النجف وقم، أي بمعنى هذا الصراع أيضا منعكس على الأداء السياسي في المرحلة الحالية. أسس الحشد بموجب فتوى للسيد السيستاني، والآخرين القوى المرتبطة بالمشروع الإيراني استغلت هذه الفتوى، استغلتها بشكل وبآخر، أي بمعنى هذه الميليشيات هي موجودة أساسا قبل هذه الفتوى. ميليشيات مرتبطة بالمشروع الإيراني موجودة قبل هذه الفتوى، لكن تمسكت بهذه الفتوى وأصبحت غطاء لها هذه الفتوى. ولكن السيد السيستاني والعتبات المقدسة في كربلاء انتبهت إلى هذه الملاحظة، وحاولت أكثر من مرة أن تبين أن الحشد المرتبط بالمرجعية أو بمعنى آخر بالعتبات غير الحشد المرتبط في إيران. من أربيل ينضم لنا الدكتور مهند الجنابي الناشط الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور مهند في هذه الساعة. دكتور، سؤاله يطرح نفسه عريضا وربما يفتح تفاصيل كثيرة، ما هي الأسباب وراء الانفصال ودلالات التوقيت ربما تفتح كثير من السيناريوهات؟ السلام عليكم دكتورة أسماء، تحياتي لجنابك الكريم وللسادة المشاهدين. طبعا تفضلت جنابك بعرض الكثير من الأسباب التي تعود إلى أكثر من عام أو ربما عامين، يعني منذ آذار عام 2019 اشتكت الألوية التابعة للعتبات المشاكل الإدارية والمشاكل المالية من هيئة الحشد الشعبي
ونتذكر أنه كان هنالك في زمن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي كان هنالك أمر ديواني لتنظيم عمل الحشد الشعبي، واستمر هذا الموضوع حتى المؤتمر، مؤتمر حل يعني حشد العتبات، حاضنة الفتوى وبناة الدولة في شهر تشرين الثاني من العام الماضي ووصولا إلى هذه اللحظة. بالتالي أعتقد أنه الخلافات هي كبيرة والأسباب كبيرة، وأعتقد أن الأسباب التي دفعت السيد ميثم الزيدي لإعلان هذا الأمر هو يعود إلى مؤتمر عقد قبل أيام من قبل قادة الألوية الأربعة، وأيضا نوقشت قضية الحشد أو حشد العتبات، هو يرتبط حتى الآن ماليا وإداريا بهيئة الحشد الشعبي، لكنه يرتبط عملياتيا منذ العام الماضي بمكتب القائد العام للقوات المسلحة ويتلقى أوامره من قيادة العمليات المشتركة. نتذكر قبل أيام كان هنالك تصريح لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، والذي طالب سابقا بأن يستنسخ تجربة الحرس الثوري الإيراني في العراق. ذكر فالح الفياض بأن لا وجود لما يسمى حشد العتبات، وأن الجميع يرتبط بهيئة، وهنالك هيئة واحدة اسمها هيئة الحشد الشعبي. أعتقد أنه هذا واحد من الأسباب المباشرة في اتخاذ هذا التوقيت. من جانب آخر، الفرقتين واللوائين التابعين إلى العتبات المقدسة هما الفصائل الوحيدة من جميع الفصائل التي ترتبط بهيئة الحشد الشعبي التي لم تقدم مرشحا للانتخابات ولم تخوض الانتخابات الحالية. نلاحظ أنه جميع الفصائل الأخرى بما في ذلك يعني الفصائل التابعة لسرايا السلام تابعة للتيار الصدري، والفصائل الأخرى العصائب كتائب حزب الله، كل هذه الفصائل التي تعمل تحت مظلة الحشد الشعبي لديها كتل سياسية تعلن أنها استقلت عنها أو انفصلت عنها أو استقالت من العمل العسكري، لكن جميعها رشحت مرشحين وشكلت كتل وتستعد لخوض الانتخابات باستثناء هذه الفصائل. وهذا يعني أن حشد العتبات هو ملتزم أولا بفتوى السيد السيستاني وملتزم بالقوانين والأنظمة والتعليمات العراقية فيما يتعلق بالمؤسسات العسكرية وأيضا فيما يتعلق بقانون الانتخابات. بالتالي أعتقد أنه هذه الأسباب المباشرة التي دفعت من أجل عدم استغلال فتوى السيد السيستاني بالجهاد واسم الجهاد الذي تشكل بعد هذه الفتوى لأغراض انتخابية، وهذا ما نسمع الآن في العراق من قبل بعض المرشحين والكتل السياسية التي ترتبط بالفصائل المسلحة. التوقيت يفرض أسئلة كثيرة دكتور مهند، أنه العراق مقبل على مرحلة انتخابية وتصحيح مسار سياسي بشكل أو بآخر، هل هو الآن لإيجاد توازنات قوى إقليمية أم لوجود توازنات داخلية أيضا؟ هذا سؤال مطروح جدا. طبعا بكل تأكيد هذه قضية مهمة جدا، لأن الإعلان عاد إلى الساحة العراقية، الساحة السياسية العراقية، النقاش حول الغطاء الشرعي لهيئة الحشد الشعبي التي يذكر جميع قادة الفصائل والألوية بأنهم لبوا نداء المرجعية. ونعلم جيدا أنه أغلب هذه الفصائل تشكلت قبل تاريخ 13 حزيران 2014 وهو تاريخ إطلاق الفتوى. بالتالي أن تكون التشكيلات العسكرية التي انبثقت من داخل العتبات المقدسة والتزاما بأوامر المرجعية وفتواها بأن يتم التطوع ضمن القوات المسلحة العراقية وليس تشكيل ميليشيات أو تشكيل مؤسسات عسكرية جديدة، هذا النقاش سيعود للساحة العراقية، وأيضا سيضع الفصائل الولائية التي تدين بالولاء لإيران والتي تحاول أن توظف هذه الفتوى وتوظف سطوتها على المال العام في العراق وعلى القرار السياسي في العراق لخدمة المشروع الإيراني. ويعني عانينا في العراق بشكل كبير ولا نزال من تدخلات إيران عبر هذه الأذرع وهؤلاء الوكلاء. بالتالي أعتقد أنه بكل تأكيد نحن مقبلون بعد 12 يوما على انتخابات برلمانية، وهذه الانتخابات نتمنى أن تكون مخرجاتها إيجابية وتلبي على أقل تقدير الحد الأدنى من تطلعات الشعب العراقي. وأيضا هذه الخطوة نعتقد أنها خطوة إيجابية في عزل من يحاول أن يستغل الجانب الديني أو الجانب العقائدي أو يوظف يعني ما قام به. وهل هذا سيناريو العراق مقبل عليه تنظيم داعش الإرهابي؟ هل هذا سيناريو مقبل عليه العراق، خاصة أنه الحديث أن حشد العتبات شرعي وقانوني وهو داعم لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، هل
ستخلق أو ستصنع فجوة قادمة ربما أو انتقال إلى مربع صراعي بين الولائيين وبين من ينتمون إلى الدولة؟ أعتقد أنه العراق مقبل على تنافس حاد ما بين هذه الجماعات المسلحة والفصائل الولائية التي تستعد لدخول البرلمان، وعين إيران نعلم جيدا أنه طهران عينها على البرلمان العراقي بعد أن كانت تحاول أن يكون لها تأثير في تشكيل الحكومة. هذه مشكلة نعاني منها في العراق، مشكلة في عدم تطبيق قانون الأحزاب، في منع هذه الفصائل الولائية من الدخول إلى الانتخابات، وهي تنتمي إلى أذرع مسلحة وهو مخالف للدستور العراقي ومخالف لقانون الانتخابات ولكل وحتى القوانين العسكرية. بالتالي أعتقد أنه العراق مقبل إن أصرت هذه الجماعات الولائية على أن توظف مجمل العملية السياسية أو أن تكون هي من يشكل الحكومة، كما لاحظنا في انتخابات عام 2018 عندما حاول تحالف الفتح أن يفرض نفسه على أنه الكتلة الأكبر، خلقت مشاكل ووصلنا إلى تشكيل هجين وهي حكومة رئيس الوزراء المقال عادل عبد المهدي. بالتالي أعتقد أنه المرحلة المقبلة ربما نشهد هكذا يعني مشاكل سياسية تفضي إلى تأخر في تشكيل الحكومة وإلى قد تكون تنافس حاد بين القوى السياسية. والمشكلة الأخطر أنه اليوم قضية تستغلها هذه الجماعات وهذه الفصائل الولائية فيما يتعلق بالتواجد الأمريكي وبالانسحاب الأمريكي والتاريخ الذي وقعت الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة في نهاية هذا العام. بالتالي أعتقد أنه هنالك أمور أو مادة يعني من الممكن أن تسوقها الفصائل الولائية. بالتالي هذه الخطوة التي اتخذتها العتبات المقدسة هي خطوة إيجابية لمنع هذه الفصائل من الانفراد بالدولة العراقية. الشكر الجزيل من أربيل، كنت معنا الدكتور مهند الجنابي الناشط الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا دكتور. إلى لبنان، حيث علت هتافات في بيروت اليوم أثناء تظاهرة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ، رددوا فيها حزب الله إرهابي وإيران برا برا، وأخرى مؤيدة لقاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت. تظاهر مئات اللبنانيين يتقدمهم أهالي ضحايا الانفجار أمام قصر العدل في بيروت احتجاجا على تعليق التحقيق في القضية التي أسفرت عن مقتل 215 شخصا وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح. تمكن عدد من المتظاهرين من دخول باحة قصر العدل حيث علقوا لافتة ضخمة قرب مكتب المحقق العدلي كتب عليها لن تقتلونا مرتين. أما خارج الباحة فرفع الأهالي صور الضحايا ولافتات كتبوا عليها عبارات عدة بينها القضية أكبر من قاضي والشعب يحمي العدالة ولن ننسى. هذا وكانت التحقيقات قد علقت بعدما تقدم نائب حالي ووزير سابق بطلب تنحية المحقق العدلي طارق البيطار عن الملف، وقد رأى البيطار في الأمر حربا تشن عليه. لو كان ما في عندهم أي ذنب أو أي إمكانية لاتهامهم، ليش جايين يهددوه؟ ليش الوفيق صفا إجا هددوا هون؟ ليش السياسيين عم بيتلطوا وراء طوايفهم حتى يبعدوا عنهم إمكانية المسؤول أمام القضاء؟ بدنا نعرف أول شغلة النيترات مين جابوا، هاي المادة المتفجرة يلي موجودة على أرض المرفأ على أرض لبنانية. من بيروت ينضم إلينا الصحفي والناشط السياسي سمير سكاف. أهلا ومرحبا بك أستاذ سمير معنا. أستاذ سمير، يعني مجموعة من الهتافات وربما أبرز هذه الهتافات إيران برا برا وحزب الله إرهابي، هل ما زال هناك تغطية أو تعتيم على دور حزب الله في هذا التفجير؟ يعني خليني بلش ست أسماء أنه طبعا. شفتي أنا كنت مع الشباب بالتحقيق بالريبورتاج اللي عملوه من شوي، بقينا حوالي الأربع ساعات كان هناك العديد من الثوار بالإضافة إلى الأهالي،
وطبعا هيدا مقدمي لأنه نحن رح نتابع التحركات على الأرض بالأيام المقبلة كمان. الأساس هو أنه نحن أو الشعب الثوار الأهالي ما حدا اعتدى على حزب الله بالكلام، لأنه مسؤول حزب الله وفيق صفا جاء شخصيا إلى قصر عدل بيروت وهدد مباشرة القاضي بيطار عبر إحدى الصحفيات، أرسل رسالة إلى القاضي بيطار فيها تهديد مباشر. إذا كان هناك هجوم من الثوار ومن الحشود ضد حزب الله، فهذا جوابا على تهديد يلي مباشر من حزب الله عبر السيد وفيق صفا إلى القاضي بيطار. وبالإضافة يلي ذكرتوه بالتقرير، هناك بعض الأشخاص قرروا أنه يشتغلوا على تنحية القاضي بيطار، ونحن نعرف أنه سبق العمل وأدى إلى إقصاء القاضي فادي صوان قبل القاضي بيطار، وكل هيدا من أجل التضليل، تضليل الحقيقة لأجل التعمية عن العدالة والحقيقة في قضية تفجير المرفأ، لأنه بمعزل عن الجرم نفسه، لأنه الجرم نفسه هو عندنا صعوبة نعرف مين ارتكب الجريمة، ولكن هناك أكيد اتهام مباشر بالإهمال الجرمي لكل الطبقة السياسية، وهذا يشمل مباشرة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وحزب الله مباشرة، لأنه لا يستطيع حزب الله أن يقول أنه لم يعرف على مدة 7 سنوات وهو الممسك بكل المفاتيح الأمنية في لبنان، أنه ما كان عارف أنه على مدة 7 سنوات أنه هناك 2750 طن من نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت، وهو ممسك بمرفأ بيروت وممسك بمطار بيروت. إذن كان يعلم، كان يعلم. نعم، هنا السؤال حضرتك طرحتها الآن وتجيب عليه، تفضل. يعني ما بيقدر حزب الله يقول أنا لم أكن أعلم، وما بيقدر رئيس الجمهورية أنه أنا يقول أنا خبروني وب15 يوم، على الرغم لأنه رئيس الجمهورية هو كان قائد سابق للجيش كمان، ما بيقدر يقول أنا ما كنت عارف أنه نترات الأمونيوم مادة خطرة، فهو كان يعلم أيضا. ونحن هناك بالإضافة إلى حزب الله الممسك بزمام الأمور داخل مطار بيروت وداخل مرفأ بيروت وكل الأمور الأمنية، يعني إذا جاء زائر إلى لبنان غير مرغوب فيه بيكون حزب الله معه خبر. نترات الأمونيوم 7 سنين يدخلون ويخرجون من مرفأ بيروت، ما بنعرف إلى وين، هل إلى سوريا إلى غير سوريا ما بنعرف، ولكن تم استعمال قسم كبير، ويقال أنه تم استعمال 2300 طن من نترات الأمونيوم على مدة 6-7 سنين. إذا كل هذه الأمور وحزب الله كان ساكت عنا، ما بنعرف إديش دوره مباشر فيها، ولكن ما بيقدر يقول أنه هو لم يكن يعلم، هو كان يعلم. هو هناك مسؤولية بالإهمال الجرمي، وبالتالي موت 200 وحوالي 20 صاروا حوالي 220 ضحية، خسرنا مبارح إحدى ضحايا تفجير المرفأ، لأنه هيدا التفجير وليس انفجار، هناك من فجر، لأنه نترات الأمونيوم يلي بيعرف بالكيمياء ما بيتم تفجير هيك تفجيره لوحده، لازم شيء يصير حتى يتم تفجيره، وهيدا الأمر ما بيقدر يصير من دون ما يكون حزب الله معه خبره. طيب ولماذا التعتيم؟ لماذا التعتيم وحجم القضية كبير جدا والمناشدات فيها كبيرة جدا؟ وتهديد القضاء، يعني التعتيم هو اللي يعني القضاء وتغيير وتجميد ما يحدث اليوم التحديقات. ما يحدث اليوم انه هو عم يتهم نفسه بشكل غير مباشر قبل ما حدا يتهمه، وقت هاي التهديدات من السيد حسن نصر الله بخطاباته، لانه بالخطابات بدا التهديد القاضي بيطار، وانه هو كانه عم بيوجه التحقيق باتجاه معين، في حين نحن انه المطلوب نحن لا نريد تضليل التحقيق، لا نريد اتهام حزب الله اذا كان حزب الله ليس متهما، ولا نريد اتهام غيره، نريد الحقيقه والعداله، ولكن هناك أمور مؤكدة أنهم كانوا يعلمون، هيدي واقعة. هلا من قام بالتفجير ما بنعرف، هل كيف تم التفجير ما بنعرف، هل هناك صاروخ، هل هناك طائرة إسرائيلية، هل هناك صاروخ من البحر، ما بنعرف هيدي الأمور، لكن هناك تأكيد وإثبات أنهم كانوا يعلمون. كل ما كانت بالسلطة المسؤولين الأمنيين، هل هناك مسؤول أمني في المطار أو في المرفأ غير تابع إما لفريق عمل رئيس الجمهورية
الجمهورية إما لفريق حزب الله أو حتى لخصومه. نحن ما عم نتهم بس الحزب لوحده، قد يكون أيضا الخصوم، ولكن ما بيقدروا يجوا اليوم باسم الدين. يعني أحدهم وذكرتوه أنتم بالتحقيق ذهب إلى دار الإفتاء حتى يقول أنه ما ممكن المس بهذه الشخصية أو بأخرى. لا، نحن نعتبر أن الكل تحت القانون ويجب محاسبة كل من كان يعلم، وما بيقدر حدا يتنصل من الجريمة. وسوف نستمر على الأرض بالضغط الشعبي للوصول إلى الحقيقة مهما طال الزمن، وما حدا يفكر أنه نحن رح نستسلم، ولا أهالي الضحايا رح يفرطوا بدماء 220 شخص من الضحايا. ما هي الخطوة القانونية بعد تجميد التحقيقات، بعد كل ما يتعرض له القضاء من تهديدات وربما تهديدات شخصية مباشرة؟ يلي عم بيصير بالقانون، عم بيحاولوا ترويض القضاء وإبعاد القاضي بيطار. هالمرة في حال أرادوا الإتيان بمحقق جديد رح يجربوا يجيبوا قاضي يستطيعون ترويضه أو هو مروض بالأساس، وبالتالي يكون تحت سيطرة، وساعتها ما رح نشوف أي اتهام بخص أي حدا من فريق السلطة، ورح نشوف اتهامات تذهب إلى موظف صغير والقول إنه كان هناك حدا عم يعمل عملية تلحيم وهيدا التلحيم أدى إلى التفجير. رح يكون في نوع من أمور هزيلة بالتحقيق لإبعاد الشبهات عن من هو مسؤول مباشرة. ولكن برجع بقول هيدي الخطوات إذا كانوا يستطيعون ذلك بالمعنى القضائي، إذا كنا عم نحكي بقضاء بسويسرا أو بشي دولة متطورة، وليس مش عم نحكي نحن عن القضاء بلبنان يلي كل العالم بيعرف أنه هو قضاء مسيس ومسيطر عليه، وهناك رفض اليوم لاستقلال القضاء من قبل الطبقة السياسية. حتى الآن رئيس الجمهورية ما وقع على التشكيلات القضائية يلي بتعطي استقلال القضاء. نحن مستمرون حتى نصل إلى قضاء مستقل، وعارفين أنه هيدا الأمر صعب جدا، عارفين أنه رح بيصير اليوم محاولة جدية لإقصاء القاضي بيطار، ونحن عم نشد على يده وعم نقول له نحن جنبك، ولكن إذا تم إقصاؤه رح تكون المواجهة أكبر على الأرض. شكرا جزيلا على هذا التوضيح من بيروت، كنت معنا الصحفي والناشط السياسي أستاذ سمير سكاف، شكرا جزيلا لك. هذه الساعة مستمرة وفيها أيضا بعد الفاصل شبكات خفية بين إيران والحوثيين. وعلى امتداد العراق بأكمله لتغطية تطورات المشهد الانتخابي يوميا وبشكل مباشر لرصد الواقع وقراءة الاختلافات والتحالفات تغطية شاملة أولا بأول المشهد الانتخابي العراقي بكل تفاصيله على الحدث على الحدث على الحدث. أهلا بكم من جديد. رأت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن إيران على بعد شهر من امتلاك سلاح نووي، محذرة من أن تراخي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يدفع كل الشرق الأوسط إلى سباق تسلح نووي جديد. المجلة وفي تقرير لها استشهدت بظهور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الهيان ولأول مرة على المسرح الدولي مطلقا تصريحات أثارت انتباه المراقبين بسبب ثقته المفرطة. ووفق الفورين بوليسي يخشى كبار المسؤولين الأمريكيين من أن أي تحرك لإيران إلى الخطبة أي تأجيل للمفاوضات في حين تستعد للاختراق السريع للوصول إلى سلاح نووي. سواء كانت طهران ستصل إلى النقطة التي تبني فيها سلاحا نوويا بشكل علني أم لا، ترى المجلة الأمريكية أن القلق الأكبر هو أنها ستمتلك المعرفة الفنية واليورانيوم المخصب لبناء سلاح نووي وبسرعة كبيرة. كشفت أيضا الباحثة الإيرانية يلدا أميري عن وجود ما أسمته بشبكات خفية لتهريب الأسلحة من قوات الحرس الثوري الإيراني إلى ميليشيات الحوثيين في اليمن.
إلى تونس، حيث كلف الرئيس التونسي قيس سعيد السيدة نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية القادمة في أقرب وقت. تعتبر نجلاء أول امرأة تتولى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس. نجلاء بودن من مواليد 1958 من ولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، مختصة في علوم الجيولوجيا. تشغل حالياً خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تم تعيينها في عام 2011 كمديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي. يذكر أن الرئيس قيس سعيد كان قد أعفى في 25 من يوليو رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من منصبه، كما أقر جملة من التدابير الاستثنائية من بينها تجميد عماد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب. الله وفق الفريق الذي ستقترحينه، وأرجو أن يتم ذلك بسرعة حتى نبدأ العمل ونختصر المسافة في التاريخ بعد أن أضاعوا الوقت في الشجار وتحولت عديد المؤسسات إلى حلبات يسيل فيها الدماء. سنعمل إن شاء الله في ظل القانون، في ظل احترام النصوص القانونية، وهذه اللحظة لحظة تاريخية في تاريخ تونس، لأنك ستتولين لأول مرة امرأة تتولى رئاسة الحكومة. كما دعا الرئيس التونسي رئيسة الحكومة الجديدة إلى العمل سويا للقضاء على الفساد وعلى الفوضى المستشرية في مؤسسات الدولة. وسنعمل معا إن شاء الله في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد وللقضاء على الفوضى التي عمت الدولة في عديد المؤسسات. هناك صادقون وصادقات يعملون ليلا نهارا، ولكن هناك من هم على نقيض هؤلاء يعملون على إسقاط الدولة. من تونس تنضم إلينا الناشطة في المجتمع المدني ألفة العياري. أهلا ومرحبا بك أستاذة ألفة. أستاذة ألفة، يعني أهمية هذه الخطوة، أهلا ومرحبا، أهمية اختيار امرأة في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به تونس، وكما وصفه الرئيس قيس سعيد أن المؤسسات تعاني من صراع دامي، هنا شبهها بحلبة مصارعة، هل لدى هذه المرأة فرصة للنجاح؟ أستاذة ألفة هل تسمعيني؟ نعم سيدتي. نعم أهلا نعم. وسهلا. هل سمعت سؤالي؟ شكرا تفضل. سيدتي شكرا، أهلا وسهلا تفضل. نعم، أولا أقول مبروك لنفسي وللمرأة التونسية والمرأة العربية، لأنها ستكون بداية، والمرأة التونسية تفتح الباب
للمرأة العربية أن تتقلد المراتب عالية في الدولة، والمرأة التونسية هي سباقة دائما بالحدث الإيجابي. وكما نعلم جميعا أن أول مرأة في العالم العربي تقود الطائرة هي تونسية، وأول طبيبة هي تونسية، ونحن في تونس نحن محظوظات بعقلية الرجل المتطورة، والتي كانت على شخصية الزعيم لحبيب بورقيبة الذي رهن على المرأة التونسية. واليوم سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد يتوج هذا التحدي بتعيين مرأة على رأس رئاسة الحكومة والتي ستقود السفينة، ونحن متأكدات أنها ستكون في مستوى الانتظارات، لأن المرأة التونسية دوما تريد أن تثبت للعالم، تثبت للعالم بشخصيتها القوية وبفرض أفكارها وفرض رأيها وفرض شخصيتها. ودوما المرأة التونسية هي جندي من أجل هذه البلاد، وهذه استراتيجية إيجابية اتخذها سيادة رئيس الجمهورية ليقول للعالم أنه عقليته المتطورة، العقلية المدنية، وصفعة على وجوه الإخوان الذين يرون المرأة جارية أو بين ظفرين فقط للفراش. هذه الصفعة ستكمم أفواههم تجاه المرأة، وأنا سعيدة جدا أقولها وأعيدها وأكررها، لأن السيدة نجلة هي كفاءة عالية. أولا هي أستاذة جامعية متكونة على أحسن تكوين، وخريجة المدرسة الوطنية للمهندسين، وأيضا اختصاص علوم جيولوجيا، مكلفة أيضا كما قلت ببرنامج البنك الدولي، يعني لها من الكفاءة العالية في التسيير وأيضا في الكفاءة العلمية. والأكيد الأكيد جدا أنها ستتم اختيار يعني الحكومة بدراسة وبتثبت. جميل، لأن المرحلة حساسة، الحكومة حساسة جدا. جميل، نعم. وحضرتك أشرت إلى نقطة مهمة جدا، حساسية وضع الحكومة في هذا التوقيت. نعم. وهنا يعني مفصل مهم. نعم. جدا، كيف شكل الحكومة، كيف سيكون شكل الحكومة القادم، ما المطلوب من الحكومة القادمة؟ أولاً سيدتي، هو حسب تصريح سيادة رئيس الجمهورية اليوم، لو أنتم تابعتم وأكيد الحدث موجودة للمتابعة، أنه ركز كثيراً على مقاومة الفساد وإصلاح المؤسسات، وهذا الدور رئيسي في اختيار الشخصيات التي ستتقلد الوزارات، خاصة على مستوى وزارة العدل ووزارة التكنولوجيا ووزارة التعليم العالي والتربية، وأيضا وزارة الاقتصاد. وهذا شيء سيكون يعني إيجابي، لأنني أعلم علم اليقين أن الاختيار سيكون مدروس، وربما هناك اختيار حاضر، لأن تونس اليوم تستحق إلى جنود وإلى حكومة حربية، لأننا في حرب لإصلاح المؤسسات، لأن تفشي الفساد من طرف العشر سنوات السلبية التي عشناها مع سياسة الإخوان يعني دمرت مؤسسات الدولة ودمرت الاقتصاد التونسي. الأكيد أن البرنامج سيكون متعب لشخص سيدة نجلة وكل أفراد الحكومة، ولكن نحن لها وسنكون يعني، خاصة أتحدث على حراير تونس، سنكون سند إلى السيدة نجلة وكل رجال تونس الشرفاء أيضا، لأن رجال تونس لهن عقلية متطورة، ولن ننظر إليها كمرأة فقط، سننظر إليها جندي من جنود تونس. جميل، يعني ما يوضع الآن هي خطة مستقبلية قادمة بقيادة امرأة عربية على رأس الحكومة. الحكومة القادمة ربما سيواجهها مجموعة من التحديات، أبرزها التحدي الاقتصادي. هنا نتحدث أيضا عن مجموعة من المخاطر ومجموعة من معايير المقاومة بالنسبة لمن خرجوا وتم تعريتهم تماما من فساد ومن ملفات فساد. كيف يمكن مساندتها؟ كيف يمكن أن تضع خطة بالفعل لخروج تونس من هذا المأزق؟ سيدتي، الخطة الوحيدة والناجحة ستكون تطبيق القانون. جميل، تطبيق القانون سيكون هو الدرع الذي ستتخذه السيدة نجلة، وهو السلاح الوحيد الذي ستكون الطريق الصحيح للنجاح ولنجاح الحكومة ولنجاح السيدة رئيس الحكومة، هو تطبيق القانون على كل الفاسدين وكل من لهم ملفات فساد وتم إحالتها للقضاء
لابد من المحاكمة. هذا فقط سيكون سلاح السيدة رئيس الحكومة. نعم نعم أشكرك لأن كما تعلم نعم تفهم. نعم أعتذر هذا ما سمح به الوقت. ومبروك فعلا المرأة العربية والمرأة التونسية بدوري كامرأة. شكرا جزيلا من تونس الناشطة في المجتمع المدني أستاذة ألفة العيال. شكرا سيدتي الفاضلة. شكرا على المساندة وشكرا لكم جميعا. شكرا. إذن خاض أيضا الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في سوتشي جولة محادثة وصفت بأنها ستكون صعبة حاسمة لتحديد مستقبل التعاون الثنائي في إدلب. يعد اللقاء على خلفية تصعيد ميداني متواصل وزيادة في سخونة تصريحات الجانبين، ما عكس وفقا لتصريحات الدبلوماسيين الروس الحاجة إلى التوصل إلى صياغ جديدة للاتفاق حول إدلب والتسوية السورية بشكل عام، موضحين أن القمة سوف تتطرق إلى المسائل التي تربط روسيا وتركيا ومنها العلاقات التجارية والاقتصادية والمشاكل الإقليمية وعلى رأسها سوريا وأفغانستان وليبيا وقضايا أخرى. وفي الأردن أعيد اليوم فتح الحدود الأردنية السورية عند مركز جابر نصيب بعد استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية التي سمحت بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين. راجعة بلدي ومبسوطة ومكيفة والحمد لله. يا ربي تهد الأوضاع وخلص. يلا باي. العودة إلى سوتشي وما عقد فيها من موسكو، ينضم إلينا الكاتب الصحفي أستاذ رائد جبر. أهلا ومرحبا بك أستاذ رائد. أستاذ رائد، يعني هي مجموعة من المصالح ربما تلتقي أو تختلف، ولكن إدلب وضعها الحساس الآن، هناك تفاصيل بحاجة إلى فهمها. ماذا تريد تركيا من إدلب وماذا تريد روسيا أيضا من إدلب؟ نعم، تحية طيبة بداية. روسيا تريد تغيير الموقف القائم حاليا. هي تقول إن تركيا لم تنفذ كل الالتزامات التي أخذتها على عاتقها بموجب اتفاق سوتشي الموقع عام 2018. المقصود هنا فتح الطريق M4، المقصود هنا أيضا الفصل بين الفصائل المعتدلة والفصائل التي المدرجة على لوائح الإرهاب الدولي، يعني هنا بالتحديد جبهة النصرة والقاعدة وما إلى ذلك. يعني هذه تفاصيل. موسكو أكثر من مرة انتقدت يعني البطء التركي في تنفيذها، لكن هنا أريد أن أشير مباشرة، حديث بوتين في مستهل اللقاء اليوم كان يعني لافتا عندما تحدث عن أنه هنا نخوض محادثات صعبة ولكن دائما نتمكن من الوصول إلى حلول وسط. يبدو أنه بالفعل صحيح أنه الاجتماع جرى خلف أوباما مغلقة لا يمكن التكهن بنتائجه، ولكن يبدو أن هناك ثقة على الأقل لدى الكرملين بالقدرة دائما على الوصول إلى حلول الوسط. هذا من الجانب الروسي. من الجانب التركي، تركيا تريد أن تحافظ على شكل الاتفاق السابق، هي لا تريد أن يتم قدم أراضي إضافية في منطقة نزع أو نزع التوتر في إدلب ومحيطها. لذلك شهدنا خلال الفترة الأخيرة أنه زجت تركيا تعزيزات عسكرية إضافية في هذه المنطقة ربما من أجل إيصال رسالة إلى روسيا وإلى القوات النظامية القوات الحكومية السورية بأنه لا يمكن السماح بشن عملية عسكرية. هل يمكن القول بأن هذه الاجتماعات ربما والخروج بنتائج حتى وإن وصفت من بعض التحليلات أنها قد تكون نتائج إيجابية، من سيفوز ومن سيخسر أم كلا الطرفين فائزين؟ يعني لذلك أنا ذكرت عبارة بوتين قبل قليل. يعني هناك دائما مقايضات بين الطرفين، علمتنا التجربة السابقة خلال السنوات الماضية
من هذا التنسيق والتعاون في سوريا أنه دائما كان يمكن التوصل بالفعل إلى حلول وسط، ربما تبدو في ظاهرها يعني هي تراجع مثلا للموقف التركي في جانب، أو تراجع أحيانا لروسيا في جانب آخر، لكن بالمحصلة هو يؤدي أو يلبي مصالح الطرفين. شهدنا أن تركيا ساعدت في مثلا السيطرة على حلب، في إبعاد المقاتلين من محيط دمشق ومن مناطق أخرى إلى إدلب. يعني في ذلك الوقت كانت هذه طعنة لبعض الفصائل المدعومة من جانب تركيا مثلا، ولكن في المقابل حصلت تركيا على عمليات على مد لنفوذها في مناطق الشمال، في المناطق القريبة من حدودها، لذلك كان لديها هناك مصلحة دائما تحافظ عليها. في كل الأحوال الحلول الوسط التي أشار إليها بوتين يبدو أنه يعني دائما تأخذ في الاعتبار مصالح الطرفين. المصلحة الأمنية، الهاجس الأمني الأساسي لتركيا في المناطق الحدودية، في مقابل عزم موسكو توسيع رقعة سيطرة النظام على أوسع قدر ممكن من الأراضي. تركيا وروسيا، عقدت هذه القمة وستخرج بما تخرج، لكن الحديث هنا عن الجانب الأهم، أهالي إدلب، ما الذي سيعود عليهم؟ يعني على الأقل إذا نجح الرئيسان، نحن لا نعلم الآن نتائج هذه المحادثات، كما قلت جرت خلف أبواب مغلقة، وبالمناسبة لم يكن واقع، واقع الأرض ماذا يقول أستاذ رائد؟ نعم، لم يكن، ولكن أريد أن أشير أنه لم يكن تنظيم لمؤتمر صحفي يعني مشترك خلافا للبروتوكول المعتاد، ولا إصدار بيان ختامي. هذا مؤشر ربما إلى أنه درجة نوع يعني درجة الخلاف ما زالت قائمة حول بعض القضايا. عموما أعود إلى سؤالك، أعتقد أنه المهم الآن كان أمام الطرفين هو عدم السماح بتوسيع المواجهة، بمعنى أنه عدم السماح بشن عمليات عسكرية واسعة. على ماذا اتفق الرئيسان؟ كيف سيتم تنفيذ آلية تعزيز هذا التنسيق بينهما؟ هذا ستظهر الأيام المقبلة بالتأكيد، لكن أعتقد أنه على الأقل هناك اتفاق أولي على عدم السماح بشن عمليات عسكرية واسعة، بمعنى عدم حصول تغيير واسع على الأرض، يعني على السكان في منطقة إدلب. وماذا عن وضع النصرة في إدلب أيضاً؟ يعني هذه نقطة خلافية واسعة جداً وستبقى قائمة، لأنه تركيا أثبتت فشلها في التعامل مع هذا الملف خلال الفترة الماضية. نعم، إذن يبدو أن الاتصال انقطع. شكراً جزيلاً لك من موسكو، كنت معنا الكاتب الصحفي أستاذ رائد جب، شكراً جزيلاً. إذن وإلى موضوع آخر، حيث قال العقيد أحمد القرعان مدير جمرك مركز جابر الحدودي الأردني إن السيارة السياحية التي ستخرج من الأردن باتجاه سوريا وبالعكس عليها أن تلجأ للتسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك. أما بالنسبة للشاحنات ليست بحاجة للتسجيل. هذا اليوم تطبيق قرار معالي وزير الداخلية بفتح حدود جابر أمام حركة المسافرين الركاب والشحن. هذا القرار سيسمح ومن خلال التسجيل على منصة سائقي السفريات بخروج 100 مركبة أردنية سفريات ودخول 100 مركبة سفريات سورية. يعني السفريات عليه أن يقدم على منصة محددة قبل الذهاب إلى سوريا؟ نعم، منصة، هذه المنصة اسمها منصة سائقي السفريات. فيما يتعلق بالحافلات لا داعي للتسجيل على المنصة، ويسمح بعدد غير محدد للحافلات التي تنقل الركاب وبدون تسجيل على منصة. أي شخص بغض النظر عن الجنسية قادم من الأراضي السورية يجب أن يكون إلى الأراضي الأردنية إلى داخل المملكة يجب أن يكون مسجل على منصة فيزيت جوردن. فيما يتعلق بركاب الترانزيت لا يوجد حاجة ولا داعي للتسجيل على المنصة، ويسمح بمرورهم بغض النظر عن أعدادهم سواء بمركباتهم الخاصة أو بالحافلات أو السفريات. بهذا الشأن أيضاً أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تراجع قرار إعلان الأردن لاستئناف الرحلات الجوية التجارية إلى سوريا، حيث تراجعت جيلينيا بورتر نائبة المتحدث باسم الخارجية عن ترحيب سابق بإعلان الأردن لاستئناف الرحلات الجوية إلى دمشق طالما الأمر يتعلق بالطيران التجاري، وقالت أن الخارجية لا تزال تراجع القرار، وذلك في أول تعليق رسمي أمريكي على اللقاءات المتتالية بين النظام السوري والجانب الأردني. ختام هذه الساعة تذكير بأبرز ما جاء فيها.
الاسم، هذا الاسم الذي يرفع بشكل رسمي. بين الولاء للعراق والولاء لإيران خلاف الفصائل يتفجر، والعتبات التابعة للسيستاني تنسحب رسميا من ميليشيا الحشد. أهالي ضحايا انفجار المرفأ يهتفون إيران برا برا وحزب الله إرهابي. قررت تكليفكم بتشكيل حكومة. أول امرأة عربية رئيسة للوزراء في تونس بعد تكليف الرئيس سعيد لنجلاء بودن بتشكيل الحكومة. الأمم المتحدة تسلم مصير إدلب. بوتين وأردوغان يضعان اتفاقاً جديداً في سوتشي. ألقاكم على الرأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.